تنتفاجئوا بهذا الانزال ديال الامن اللي وقع اليوم بواحد الشكل رهيب على هاد الناس، وتنستنكر ان الطريقه بهذا الشكل في هذا المغرب ديال 2023 ما خصناش ممكن نمشيو بهذه الطريقه. هاد الناس هما جيش الودايه اللي هما مالكين اصليين ديال العقار 22747، دارت منهم مجموعه ديال الاقتطاعات ديال الرسوم، تبنات عليه رسوم بتفويتات عن طريق قرارات اداريه ديال وزير الداخليه انذاك ادريس البصري، وهي تفويتات من ناحيه الشكل غير مقبوله، لان لا وصايه لوزاره الداخليه على اراضي جيش بظاهر 1919-16 وبحكم قضائي في 1983 اللي تا هو تيجي اكد تيقول لك لا وصايه لوزاره الداخليه على اراضي جيش الودايه. ومن هذا المنطلق هو ان هاد الناس جاوا بنو دي تيتر اللي هما سموهم في اسم جماعه ديال تماره وفي عماله صخيره تماره وفي الولايه، وما التزموش بالشرط ديال التفويت اللي هو تعويض اهالي جيش الودايه. هذا الشرط تيجي في القرار الاداري. انا تنتسائل كيفاش هاد الناس ولاو انهم محتلين للعقار كما يدعون في في الاحكام القضائيه اللي جات كسائر الاحكام اللي دارت في سلا ودارت في الرباط، وهاد الناس ما راعوش الواقع ديالهم. الان نتفاجأ صبيحه يوم الاثنين بانزال امني كثيف من القوات العموميه من اجل ترحيل وتهجير افراد جيش الودايه اللي عندهم الحقوق التاريخيه ديال بلادهم، التاريخ ديال الاباء ديالهم، ديال الاجداد ديالهم بتيتر جماعي. ونرفض هذا المقاربه الامنيه، كنرفضوا القمع. حنا كنطلبوا بالانصاف هاد الناس، انصاف الجيشيين والجيشيات وذوي الحقوق بدون استثناء، ومطالب بالحقوق، الحقوق كامله غير منقوصه. حنايا حاليا تنحاولوا ما امكن تنتسناو التعويض ديالنا، فلتنتفاجئوا باحكام قضائيه بانها تدعي الافراغ. فحنايا تنحاولوا ما امكن اننا نتحاوروا مع السلطه باش تفتح معنا واحد الحوار اللي يكون جاد ومنصف، باش نحاولوا ما امكن ان شاء الله نوصلوا لواحد التعويض باش منها من موراها نفرغوا. فلتنتفاجئوا بالاحكام وتيقول لك حنا غادي ننفذوها نهار الاثنين. فنهار الاثنين حنا ما تحاوروا معنا، ما قالوا لنا شنو غادي نعطيكم، ما والو. الاحكام كما عطينا الاعيار كما عطينا لنا حنا، ما دايرينش فيها الصفه ديال الجيشي. فهذا تيبقى تغالط وتيبغيو يضلوا الراي العام. فلتنطالبوا من جلاله الملك ومن الناس المسؤولين بانهم يفتحوا تحقيق في هذا الامر هذا، وخصوصا دابا راه نهار الاثنين دايرين الناس كاملين دايرين لهم الافراغ، وانهم غادي يشملهم الافراغ. اليوم كنشوفوا ان السلطه كتجيب بدون سند قانوني، هي اللي مش بدون سند قانوني، ماشي حنايا. ان نورمالمون ان القانون خاص يعطيك تبليغ، خاصك توصل به التبليغ. حنا ما كنشوفوهش، كيبينوا لنا في الهاتف. واش القانون كيضل كيقول ان التبليغ خاص يكون في الهاتف؟ راه خاص المواطن انه يتبلغ به. وكاين الناس اللي دايره استنافات، وكيف يعقل ان الحكم انه باقي ما خرجش وكيتمارس عليه اليوم هاد الضغوطات هذه، وانه غيهدم الدار ديالو؟ حنا كناشدوا المسؤولين اللي هو المسؤول الاول في هذه البلاد هذه وصاحب الجلاله باش يوقف عنا هذا الشطط في استعمال السلطه. فلا يعقل ان كنشوفوا اليوم ان الجيشي الارض ديالو هذه، وانه كتنهب قدام عينيه، انه كيخرج بدون خالي الوفاض. حنا اليوم المواطن كنشوفوا انه الايه تقلبات، المواطن هو اللي كيطلب تطبيق القانون.
حنا كانوا هاد الناس كيشرعوا القوانين كيسنوها، فاليوم انا كنشوف المواطن انه هو باغي يطبق القانون ولكن لا حياتي لمن تنادي، ما كايناش الاذان الصاغيه في هذا الباب هذا. قالت لك هزي حوايجك وخرجي، انا خويا ما لقيتش فين غنمشي، عندي تسعود ديال النفوس، تسعود الخلق، فين غندي هاد الولاد اللي مشيت لعندو كيقول لك لا ما عنديش الكره، ما كاينش الكره، فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ رجليا طايبين ركابي يا سيدي من الصباح من الربعه الصباح وانا كنجري، الراجل راه ناعس في السبيطار ما بين الحياه والموت. القايده ما خلاتناش نكريو، ما كاينش الكرا، حنا ما لقيناش سيمانه حنا نجريو، سيمانه حنا نجريو على الكرا، ما كاينش نكريو، باش فين نكريو؟ جاو يريبوا لي انا ما عنديش، وانا كيجيا وكنت كنتسنى يعوضوني ويعطوني باش نمشي للمحل للرزق الوالد ديالي ما تعوضش، وبقينا كنتسنى وحولونا من بلادنا، من ريبوا لينا المحل ديالنا قال لك بالغلط. وبقي هذيك جابونا سكنو كنا الواحد سكنو في قنت، وقال لك منا واحد الشهرين غنعطيوكم. انا ما عمرهم جاو عندنا، ملي كانوا كيحصيونا ولا كانوا تيقولوا لنا انتوما شنو، كنقول لهم هدايا كيحصيونا كيشيين، ما كانوش كيحصيونا مع البراني، تنتحصاو بوحدنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.